الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التبرك ببساطة، التبرك هو طلب الزيادة والبركة، والتبرك يقع من الشخص لأنه في الحقيقة إما أنه يرى البركة التي جعلها الله في الشيء، أو لأنه يعظم ما خلقه الله سبحانه وتعالى فيتبرك به. وكلا الأمرين وقع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت وإذ به يقبل الحجر الأسود، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم من بعده يقبلونه، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقبلون ذلك الحجر ويقولون لولا أننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبله ما قبلنا. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهد الخير والبركة في الشيء فقبله تعظيما لهذا الخير الذي جعله الله. فالتعظيم في الحقيقة إنما هو تعظيم لله الذي وضع الخير والبركة. ثم رأينا صلى الله عليه وآله وسلم في مشهد آخر يطوف بالبيت ثم يستلم الحجر الأسود ثم يمسه بمحجنه الشريف العصاية بتاعته ثم يقبل هذا المحجن. فاستنبط العلماء من هذا الشيئين أو من هذه الصورتين أنه يجوز تقبيل كل معظم أو ما اتصل بمعظم. في الواقع وهو بقى ما نستعجبه أو نستغربه، إن إحنا ممكن نروح مثلا فنلاقي ناس بتقبل يد العلماء فنستغرب جدا هما بيعملوا ليه كده، أو مثلا يروح نزور حد من الأولياء والصالحين في مقاماتهم الشريفة فنجد مثلا أناس يقبلون المقصورة ويقبلون الأبواب والأعتاب، وهذا هو ذلك الدافع، إنما هم يقبلون ما اتصل بهذا المبارك الذي جعله الله مباركا. والبركة في الحقيقة لمن رآها، فمن لم يرها سيظل محجوبا عن هذا المعنى ومستغربا له. قد جعلها الله سبحانه وتعالى في الأزمنة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وجعل ربنا سبحانه وتعالى البركة في الأمكنة، وجعل مكة أرضا مباركة، وجعل البيت الحرام مكانا مباركا، وجعل شجرة مباركة كما ذكر ذلك في القرآن، وجعل الأشخاص أيضا مباركين كما تكلم كما تكلم عن سيدنا عيسى وجعلني مباركا أينما كنت. إذن البركة متحصلة وموجودة في الأشخاص وفي الأزمان وفي الأماكن، فمن رآها تجده يتبرك بها، أي يطلب الزيادة منها أو يطلب الخير الذي فيها أو يطلب الشفاء بها، كما حصل في تربة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كانت وتزال وما تزال مباركة إلى يومنا هذا بل وإلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أنها أرض مباركة وتربة مباركة فيها الشفاء. فأصبح إذا وجدت أحدا يتبرك بمقام، يتبرك بصالح، يتبرك بما يتعلق بصالح، يتبرك بشيء أو جزء من أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ما اتصل به، يتبرك بآل البيت لأنهم جزء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحقيقة، فهو يفعل شيئا مباحا بل فيه خير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك مع الحجر الأسود، وفعل ذلك مع ما اتصل بالحجر الأسود وهو محجنه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن ليس هناك مشكلة، ولم ينصه الفقهاء على أن هناك مشكلة أصلا في هذا الفعل، بل والإمام أحمد بن حنبل عليه الرضوان لما سئل عن الرجل يمس قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقبله قال لا أجد في ذلك بأسا، أي لأن هنا ليست هناك مشكلة، الأماكن مباركة والأزمان مباركة والأشخاص مباركة، والمشكلة عندنا نحن في أننا لا نرى هذه البركة فنستغرب ممن رأى هذه البركة كيف يفعل ذلك، والحقيقة أن المشكلة عندنا وليست عنده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.